كيف يمكن لهذا السلوك الإيراني وهذا الفكر الموجود في إيران أن يؤثر على الهوية العربية برأيك؟ يعني الإيرانيون متشبعون بالتأثير العربي عليهم، أنا أتحدث عن الشعب. هناك تأثيرات عربية كبيرة جدا في الداخل الإيراني. الشعب الإيراني من وجهة نظري يعني أي نعم لديه بعض العنصرية، يعني الفارسية القديمة العرقية، لكنهم يحترمون العرب، يحترمون المصريين، يحترمون جميع العرب. لديهم يعني تأثير، يؤمنون بتأثير العرب عليهم بعد الإسلام. النظام، أنت تتحدث عن أي فئة؟ مثلا الأهواز مثلا، هذا العرب؟ لا، الأحواز عرب، والبلوش سنة، والتركمان والأوزبك والطاجيك، ممكن هذا لا يتأثر، والأزري، لكن أنا أتحدث الفرس. عن الفرس. الفرس، لأن لا تنسى أن هناك قومية. دكتور أيوه، استعلاء. نعم. استعلاء نعم. فارسي على العرب. نعم. استعلاء انه يعتقدون انهم الشعب نعم. زي بني اسرائيل. نعم. الشعب المختار. نعم. او الشعب نعم. هو لديهم السامي. لديهم الفتنه، انا لديهم العنصريه وفكره العنجهيه القوميه والاطار العرقي للفرس. ليس مؤثر تماما. حتى النظام الايراني يستثني الفرس نفسهم من القرار، يستثني كافه المكونات. النظام الايراني يبحث فقط ببراغماتية مطلقة عن مصالحه، لا يهمه. التي تتمثل التي في ماذا؟ تتمثل في إلغاء هوية العرب مثلا، إلغاء أو نخر من الداخل، إلغاء الهوية العربية والهوية التركية، لأن الأذريين عددهم كبير جدا في إيران، الأتراك الأذريين، وهناك أوزبك أيضا أتراك. يعني إلغاء كافة الهويات ودمجها وصهرها في هوية واحدة تتمتع بالتقديس، وهي هوية المرشد الأعلى والنظام الإيراني، أو النظام يعني نظام الملالي، ودمج كل هذه القوميات والهويات في نظام واحد، ويأتمرون بأمرته فقط. مصالح أخرى، السيطرة على مقدرات الشعوب. نحن نعرف أن معظم الأقاليم في إيران أقاليم محتلة، يعني احتلتها إيران، الأحواز مثلا احتلتها إيران سنة 25، بلوشستان نفس المسألة، أذربيجان، وأنا هناك طوال التاريخ، طوال أكثر من قرن من الزمان، هناك محاولات كبيرة من أجل الاستقلال. يعني حتى في ثلاثينيات القرن الماضي قامت جمهورية مهاباد مثلا، جمهورية كردية في إيران. فهناك محاولات للانفصال. النظام الإيراني يدرك تماما أنه إذا ترك الفرصة لاتساع رقعة المظاهرات والحراك الثوري في إيران، فسوف يجبر تماما على فصل كافة هذه القومية. تتقطع أوصال إيران، تتقطع أوصال إيران إلى طيب سبع أقسام أو